ده ضل قوي. لو صبر القاتل على المقتول النور اهو زي الفل. فرح العمده تحت. النبي خف النور شويه يا ابو مسلم. لا والنبي والنبي يا نجيب ما تخلوش يخف النور. ابوس ايدك. خلاص بلاش يا ابو مسلم. حسام تمام يا باشا. ابراهيم 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 يلا انزل. يلا انزل. انا راجل غطاس، الموضوع ده تافه بالنسبه لي. حسام حسام انت فين يا حبيبي؟ شيخ حسن لن نصيبنا إلا ما كتب الله لنا. طهامي انزل بالراحة. ها نفق متلصم ما تدبش على الأرض. أمرك يا باشا. زاهر لا 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 بلاش انا والنبي نجيب ايه؟ بلاش انا والنبي، ده ضيق قوي. انا حاسس ان انا هتخنق تحت، انا عندي فوبيا من الاماكن المقفوله. الله اكبر يا باشمهندس، ما تهبق وتنزل. الله ده شكله حتى سرح وبارح. ده بركه الدحاج اللي كان في يما. ده عدم عدم عدم. الله الله الله، ما تنزل يا باشا، دي شكلها سرحه وبارحه. طبعا ما هو ده بالنسبه للنفق اللي انت قاعد فيه انت وامك، ده يعتبر سويد. يلا زاهر بلاش من هنا. يلا يلا امسك ايدي امسك ايدي. القفو معايا يا توهام. انزل 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 ما تخافش. انزل تمام يا باشا. عارف ان انتوا قلقانين، بس فكروا كده واحنا راجعين ومعانا الفلوس ومخلصين الشغلانه وكل واحد بيحقق الحلم اللي كان بيحلم بيه، اكيد احساسكم هيكون مختلف عن احساسكم دلوقتي. احنا هنرجع من نفس النفق ده باشا؟ طبعا. محدش فيكم يعني سالني انا ليه اخترت اللي احنا هنخرج من هنا وده ارجع من هنا. والله يا باشا انا كنت عاوز اسالك السؤال ده، بس حضرتك مانع على اسئله. لا بالعكس، ده سؤال كويس. ربنا يكرمك. احنا لو كنا عدينا من المعبر بتاع الحكومة كان لازم يشوفوا الباسبورتات بتاعتنا ويثبتوا دخولنا. احنا دلوقتي لا خرجنا ولا دخلنا، دلوقتي احنا لسه ببور فؤاد، ولا يمكن لأي حد يقدر يثبت اللي احنا لينا علاقة بالموضوع. ايه المفهومية دي يا كبير؟ عليا النعمة، ده انت دماغك تسع بدل الدنيا ألف. طب عايز تقنعني انك فاهم كلمة من كلام الباشا؟ لا. طب نقطنا بسكاتك بقى. ايوه يا باشا، بس النفق ده ممكن يقع لينا. يا زهر يا حبيبي لازم تعرف ان انا اخترت النفق ده مش اعتباطي. ما الانفاق كتير يعدونا بفلوس اقل من اللي احنا دفعناها لبوس. ده محققا للحق، الراجل ده عامل النفق بضمير. ده حاطط حديد مسلح. والله زين ما اخترت يا ريس، الغالي ثمنه فيه برضه. والنفق ده طوله قد ايه يا ناجي باشا؟ 9 كيلو. 9 كيلو؟ انتوا فاكرين في بور فؤاد لما كنت بمشيكم من الفيلا لغايه المعديه؟ كانت المسافه 18 كيلو. يعني المسافة دي نص بالظبط. بس ده كان على البحر يا ريس، مش في نفق لا مؤاخذة. أنا مش عايزكم تفكروا إن إحنا ماشيين في نفق. تخيلوا إن إحنا ماشيين على البحر بنتفسح. ما بتعرفوش تتخيلوا؟ فاكرين لما كنت بقول لكم غمضوا عينيكم؟ يا سبحان الله يا سبحان الله. أهو الإنسان مصيره في النهاية حفرة زي دي.
الانسان لو يتعز. افتكر لنا حاجه حلوه يا شيخ حسن. بقول لكم اتمشوا على البحر. انا متخيل، والمصحف انا متخيل. متخيل ايه يا ابراهيم؟ انا في مارينا. الواد ده خياله عالي قوي. شايف ايه؟ ده انا شايف حته مزه ماشيه على البحر ولابسه مايو ابيض. ايه حكايه؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. هتسيب الراجل يتخيل يا شيخ حسن؟ هتخش له كمان في خياله؟ هو بيتمشى في مارينا، اتمشى انت في الحسين. يا نهار اسود. ايه في ايه؟ في ايه؟ لا اصل وانا بتخيل جوزها دخل علينا يا باشا. بقول لك يا باشا، الناس اللي احنا شفناهم عند ابو موسى دول ما شفناش فيهم مصريين خالص. ليه؟ المصريين قاعدين على القهاوي دلوقتي يا عبد الجليل. تعرف يا باشا، انا ناوي ان شاء الله اول ما ارجع مصر واخد نصيبي من العمليه دي افتح مشروع كبير قوي، مشروع يلم كل الشباب اللي قاعدين على القهوه ليل ونهار. ما تنبرش فيها يا ابو نط الله يكرمك، مش لما نخرج من النفق ده على خير. خد رزق يالا، نطت فوقي في كل كلمه. ما تفكك مني يا ابراهيم. ما انا قريت لك حديث وانت رايح الاولمبياد بتقول انك هتهدي الميداليه لكل شباب مصر، وديك رجعت قفاك يا امر. ايه هو ده؟ انت واطي قوي. عايز ايه يالا؟ عايز ايه؟ الله على رسول الله. ايوه انت وهو. ايه انتوا كنتوا حد يتخانق جوه نفق؟ ابعد من هنا. خلاص يا حسام. خلاص يا حسام. ايه ده فاشل؟ نجيب ايه؟ الحالة نجيب ايه؟ ايه مالك؟ الحالة نجيب ايه؟ مش عارف اخد نفسي. مية. هتخنق، مفيش اكسجين. اديله شوية مية. مش مية، ما تخافش ما تخافش ما تخافش، اشرب مية. اشرب مية. بس اهدى. بص، طول ما في كهرباء في اكسجين، والكهرباء شغالة زي الفل قدامك. الكهرباء قطعت، يبقى مفيش اكسجين.